كوكبنا اليوم نبحر في رحلة استكشاف المحيط الهادئ، وفي أحدث أخبار الساعة نتحدث عن أنشطة التعدين في قاع المحيطات، فرصة أم كارثة بيئية؟ هو أكبر وأعمق محيط على وجه الأرض. على موقع ناشيونال جيوغرافيك وفي خطوة تسهل عليك عزيزي المستمع تخيل حجم هذا المحيط، نقرأ أنه يمكن جمع مساحة كل الكتل الأرضية على كوكبنا معاً، وسيظل المحيط الهادئ أكبر، رغم أنه وفي العام 2000 حين اتخذت المنظمة الهيدروغرافية الدولية قرارها بتحديد المحيط الخامس وهو المحيط الجنوبي، تمت إزالة جزء من المحيط الهادئ جنوب خط عرض 60 درجة جنوباً، يخبرنا موقع وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA في باب كتاب حقائق العالم. في تعريفها للمحيط الهادئ المليء بالأسرار تقول موسوعة بريتانيكا إنه مسطح من المياه المالحة يمتد من خط عرض 60 درجة جنوباً إلى القطب الشمالي، يقع بين قارتي آسيا وأستراليا في الغرب والأمريكيتين في الجهة المقابلة شرقاً. هو المحيط الأكبر على الإطلاق، تضيف الموسوعة، بمساحة تتخطى 161 مليون كيلومتر مربع، وهذا دون احتساب بحر الصين الجنوبي، أي أن مساحة المحيط الهادئ تعادل ضعف مساحة المحيط الأطلسي. في أحدث أخبار الساعة، التعدين في قاع المحيطات يشغل الأوساط البيئية والصناعية على حد سواء، تتباين وجهات النظر بين من يرى فيه فرصة لمستقبل الصناعات الخضراء ومن يرى فيه وبالا على محيطات كوكبنا. العديد من التقارير تفيد بأن قاع المحيطات وخاصة الهادئ تزخر بصخور تكتنز معادن كالكوبالت والنيكل التي تعد حجر الزاوية في إنعاش التوجه الأخضر الصناعي، وتسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية التي تنص على زيادة إنتاج الليثيوم والكوبالت والجرافيت بمعدل 5 أضعاف بحلول العام 2050. مقابل غياب تشريعات تنظم السباق المحموم للتعدين في قاع المحيطات، اللهم التراخيص التي تصدرها الهيئة الدولية لقاع البحار، يرى علماء البيئة أن التعدين في أعماق البحار والمحيطات قد يتسبب في أضرار جسيمة للأنظمة البيئية، إذ يجادل العديد من الخبراء والنشطاء من المجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية ومن أكثر من 100 منظمة غير حكومية، يجادلون بأن العلم لا يفهم حتى الآن بما يكفي الحياة في الأعماق التي لا يصلها ضوء الشمس حتى يجزم المرء بشأن التعدين فيها. الجدل سيحتدم والموضوع سيتفاعل دون أدنى شك في المستقبل المنظور، ونحن نتابعه لكم في برنامجكم كوكبنا.